الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية أنه يشكلوا حكومة، حكومة إنقاذ قادرة تقوم بالإصلاحات اللازمة تنقدر نطلع لبنان من الانهيار الشامل، لأنه هالانهيار إذا حصل حيطال كل مواطن، حيطال كل بيت، حيطال كل عائلة، حيطال كل بلدة، كل منطقة، وأكيد حيطال لبنان بهويته، بكيانه، بمؤسساته. انطلاقا من هذا الواقع أنا طبعا اقترحت وتمنيت على دولة الرئيس المكلف أنه يشكل حكومته على ثلاث أسس. أولا أنه هالحكومة تكون حكومة من متخصصين غير الحزبيين، يعني متخصصين عندهم مساحة واسعة من الاستقلالية، تتقدر هالحكومة تقوم بالأصلاحات اللازمة وتسترجع ثقة الناس اللبنانيين، ثقة الأسواق المالية، ثقة المؤسسات الدولية بلبنان، تتقدر تبلش عمليا أنه تقوم بعملية تحدي أو مواجهة الانهيار. ثانيا أنه يقدر دولة الرئيس دياب أنه يعالج بالتأليف المشكلة الميثاقية اللي شابت عملية التكليف، واللي هي عمليا غياب الغطاء السني من هذه الحكومة. هذا الموضوع أساسي وجوهري، لأنه هو البوابة لعودة الاستقرار السياسي. ما بيكفي أنه في مشكلة بين الناس وبين المؤسسات الدستورية وبين المسؤولين السياسيين، ما فينا نزيد على هالمشكلة مشكلة توترات طائفية ومذهبية اللي عم نشوفها متنقلة على الأرض اللبنانية. هذه الحكومة بحاجة لغطى ميثاقي ولتوازن وطني كمدخل للاستقرار السياسي من جهة، وكمدخل لدعم سياسي وازن يسمح له أو من دونه أولاً من الصعب أنه تتشكل. ثانياً إذا تشكلت أكيد ولا قادرة تحكم ولا قادرة تقوم بالإصلاحات، لأنه حتكون ملهية بالمشاكل وبالنزاعات وبالانقسامات. الموضوع الثالث هو أنه تقدر هذه الحكومة تصالح لبنان مع شركائه بالمجتمعين العربي والدولي، اللي نحن بأمس الحاجة لمساعدتهم ومساندتهم تنطلع من الأزمة المالية اللي نحن موجودين فيها. أكيد أنا سمعت حرص دولة الرئيس المتكرر واللي كرره على أنه هالحكومة لن تكون حكومة لون واحد ولن تكون حكومة حزب الله، وهذا كلام إيجابي نتوقع أنه يترجم إن كان بتشكيل الحكومة أو إن كان بالقرارات السياسية والاقتصادية اللي بدها تاخده. على هاي ثلاث أسس بتمنى أنه بعتبر أنه هاي ثلاث أسس اللي هي المتخصصين، العودة إلى الميثاقية، والمصالحة مع المجتمع العربي والدولي، هيدا ثلاث أسس اللي بتسمح للحكومة أنه تقوم بشغلها وتعمل الإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان. يعني شو بتقول لهم لفريق 14 أذار مالي إذا كنا عم نرجع نعيد التسمية، وأنت كنت جزء منهم لأنه عم يعتبروا هالحكومة هي حكومة حزب الله؟ ما فيني أقول لهم شيء اليوم، فيني أقول لهم بغض النظر كيف مين بيفكر أو لا، بدنا نحاول هالمرة نكون كلنا جامعين. مزيد من الانقسامات ما حتوصلنا لولا محل، بدنا وصفة موضوعية للحل. فينا نتهم قد ما بدنا وفينا ننقسم قد ما بدنا، هالحكومة لازم تكون حكومة مصالحة وإصلاح. ومن هالمنطلق اليوم ما فيني أقول شيء، حقدر أقول شيء وقت في عندي حكومة قدامي وأعطي رأيي الحقيقي فيها. هلأ اليوم فيني أتمنى وأنتظر كيف بده يتصرف دولة الرئيس المكلف. هذا الموضوع بتسأل الأمريكان عنه، اللي بدك تسأليني عنه وشكرا. بعد ما شفته للسفير ديفيد هيل، بعد ما شفته يخليكم.